أهلا بكم في مال وأعمال ولقاؤنا المتجدد الذي نتابع فيه آخر تطورات الاقتصاد. أنا إنجي طاهر. نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر في 2016 والمستمرة في تنفيذها بالطبع، توقعت عدة مؤسسات دولية ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وخاصة الخليجية منها خلال الفترة المقبلة. سيكون هذا موضوعنا الأول مع ضيفنا الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة. أما الفقرة الثانية فسنتحدث فيها عن آليات الدولة لزيادة حجم الصادرات الرقمية مع ضيفنا الأستاذ تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات. لكن البداية مع أبرز الأخبار. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق على مستوى الجمهورية، وخاصة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أن توطين الصناعة خاصة صناعة المعدات والآلات هي أولوية قصوى يحتاجها قطاع المرافق في مصر، موجها في هذا الإطار بمنح التيسيرات المطلوبة للمصنعين وتقديم حوافز لهم. وننتقل إلى البورصة المصرية التي تراجعت مؤشراتها بنحو شبه جماعي بنهاية تعاملات اليوم. فالمؤشر الرئيسي EGX30 تراجع بنحو 0.5% مسجلا 9680 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة هامشية لم تصل إلى 10%. يأتي هذا بينما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بربع النقطة المئوية مسجلا 3049 نقطة. وإلى الشأن العالمي، قال وزير التجارة الروسي إن صادرات الأسمدة الروسية تراجعت بنسبة 7% في النصف الأول من العام الحالي. وبحسب الوزير الروسي تستهدف موسكو إبقاء صادرات الأسمدة في عام 2022 عند مستويات لا تقل عن العام الماضي. هذا فيما يتعلق بأسعار الأسمدة. أما أسعار المنازل فقد تراجعت في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة في عامين ونصف وسط تزايد المخاوف بشأن الرؤية المستقبلية للاقتصاد. تراجعت تكاليف المنازل الجديدة المعروضة للبيع خلال أغسطس بنحو 1.3% لتهبط وتيرة النمو السنوية من 9.3% إلى 28%. وارتفعت تكاليف المنازل بأكثر من الضعف خلال العشرين عاماً الماضية بنحو 134% لتصل إلى ما يقارب 365 ألف جنيه استرليني. أما أسعار النفط فقد تراجعت خلال تعاملات اليوم، فقد هبط خام برنت بنسبة 3.25% ليصل إلى 94.62 دولار للبرميل. كما انخفض الخام الأمريكي نايمكس بنحو 3.36% ليصل إلى 88.74 دولار للبرميل. إذا ما انتقلنا إلى الصين، نجد أن السندات الصينية السيادية وجدت تدفقات أجنبية في يوليو للمرة الأولى منذ يناير، وذلك بالطبع مع تراجع عائد السندات الأمريكية ما عزز جاذبية نظيرتها الصينية. واشترت الصناديق الأجنبية سندات للحكومة الصينية بقيمة 3.3 مليار يوان خلال يوليو، وذلك بعدما باعت ما قيمته 199.3 مليار يوان في الأشهر الخمسة حتى يونيو، أي ما يعادل 8% تقريبا من حيازتها قبل بدء الموجة البيعية.
ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين أيضا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي، وقد تباطأ النمو عن زيادة بلغت 3.1% في شهر يونيو، وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين نحو 532 مليار و600 مليون دولار في شهر يوليو. أما عن اليابان فقد نما اقتصادها للربع الثالث على التوالي مدعوما بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الخاص، ما يدل على تعافي البلاد من الانكماش الناتج عن جائحة كورونا. وصعد الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 22%، وذلك على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بأعلى من نسبة نمو الربع الأول المعدلة بالرفع إلى 1.1% وأقل من توقعات أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 2.5%. ننتقل إلى أسعار الذهب التي تراجعت خلال تداولات اليوم بسبب مخاوف من رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، فضلاً عن علامات على مكافحة الصين من أجل التعافي الاقتصادي. ننتقل إلى ملف الاستثمارات الأجنبية في مصر، فالحكومة المصرية تواصل تقديم حوافز غير مسبوقة لزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، جاء على رأسها حوافز الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات. في هذا العرض نتعرف على وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لحصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن العام المالي. جاءت وثيقة سياسة ملكية الدولة لإحداث التوازن بين مشاركة القطاعين العام والخاص، وستشهد الفترة المقبلة طرح شركات مملوكة للدولة في البورصة، فقد بدأ منح الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة سيبدأ في هذه الفترة. وثيقة التنمية الاقتصادية توقعت تنامي تدفق استثمارات دول الخليج العربي إلى مصر بدرجة ملحوظة في المدى العاجل، لا سيما مع توفر فرص واعدة للاستثمار بالإضافة إلى المساندة القوية من الصناديق السيادية. وجاء ذلك في السنة المالية الجديدة 2022-2023 في التوقعات المقدمة من الوزيرة إلى البرلمان. كما توقعت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ارتفاع صافي حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن العام المالي السابق
لتصل إلى ما بين 8 و10 مليارات دولار بنهاية عام 2022، وذلك بالمقارنة بنحو 5 مليارات و200 مليون دولار في عام 2020-2021. وقد أبرزت وثيقة الخطة مساعي التي بذلتها الحكومة لتحفيز المزيد من التدفقات الاستثمارية، ومنها سلامة المناخ الاستثماري لمصر ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر، وذلك بالطبع للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقررة بقوانين الاستثمار، ومع إبراز أهمية المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس، بالإضافة إلى المناطق الصناعية المؤهلة. تضمنت الجهود أيضاً إبراز أهمية مصر في الربط بين الأسواق الآسيوية الواقعة شرق القارة والأسواق الأوروبية في غربها، هذا فضلاً عن أهمية مصر كمنفذ للسوق الأفريقي الواعد، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات العربية في مشروعات مشتركة مع الشركات الوطنية وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضاً سريعاً عن جهود الدولة لدعم الاستثمار الأجنبي في مصر وتوطين مشروعاتها في جمهورية مصر العربية. شكراً لكم على حسن المتابعة. بعد الفاصل لقاء مع الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ومستشار الاستثمار الدولي، للحديث عن تحركات الدولة لجذب استثمارات أجنبية بالسوق المصري. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. إذن الدولة المصرية تعمل خلال الفترة الحالية على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع بتفاصيله مع ضيفنا الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ومستشار الاستثمار الدولي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك أستاذ. أهلا وسهلا. يعني بداية يا فندم، خلينا نتكلم عن الأثر المتوقع من وثيقة سياسة ملكية الدولة، يعني الأثر اللي احنا بنتوقعه على الاقتصاد المصري. في الحقيقة طبعا الدولة المصرية بعد ما قطعت شوط طويل جدا في أول 8 سنوات في رحلة إعادة بناء الاقتصاد المصري، وطبعا كان في العمل على أكثر من محور، المحور الكبير للبنية التحتية والاستقرار السياسي وإعادة قدرة الدولة المصرية والدخول في بعض والعديد من المشروعات اللي كانت بتحتاجها الدولة المصرية في التوقيت ده. بعد 8 سنوات الدولة الآن تتجه إلى جذب استثمار ودخول استثمارات في المشروعات المملوكة للدولة عبر دعوة القطاع الخاص المصري المحلي ودعوة القطاع الخاص الأجنبي كمستثمرين للدخول في هذه المشروعات. هذه المشروعات وهذه الدعوة تستهدف الوصول ل 40 مليار دولار في 4 سنوات، وأيضا دخول كثيرا من التكنولوجيا والحداثة والإدارة وأنظمة كتير ممكن تأثر على عجلة الاستثمار. والاستثمار أساسا سواء قطاع خاص محلي أو استثمار أجنبي ما بيدخلش إلا وفق محددات معينة، وفقا لآليات معينة ومشروعات خاصة. الدولة المصرية طبعا، ويمكن الكلام ده أنا عايز أقوله، لما بدأت كان عندها تحديات كتير جدا بعد 2014، والاستثمار المحلي والأجنبي ما كانش هيكون عنده القدرة للدخول في المشروعات اللي دخلت فيها الدولة، والمصانع اللي دخلت فيها الدولة، والقطاعات اللي دخلت فيها الدولة. يعني مش مشكلة توافر تمويل قد ما كانت مشكلة قرارات إدارية ومشكلة نزع ملكيات وإحداث طرق وإحداث بنية تحتية وتطوير مواني وتطوير مطارات وتوفير طاقة. كل المشروعات دي كان في شركات عملاقة تم تأسيسها ودخلت في هذه المجالات المختلفة، وبالتالي الآن الدولة بدأت تفكر جيدا بعد الصورة الواضحة في العالم، وخصوصا أن هناك تحديات عالمية، وخصوصا أن هناك تأثير للأزمة الروسية الأوكرانية، ونحن خارجين من مشكلة جائحة كورونا ومشاكل وتحديات جائحة كورونا الاقتصادية. طب ده يمكن ينقلنا يا فندم للحديث عن أبرز القطاعات اللي ممكن بالفعل القطاع الخاص يكون أكثر حماسا أنه هو يشارك فيها بزيادة في الاستثمارات. يعني ما فيش أدنى شك أن القطاع الخاص متنوع، سواء القطاع الخاص المصري المحلي أو القطاع الخاص الأجنبي، والدخول في مشروعات الطاقة والدخول في مشروعات البتروكيميكال ودخول في بعض المشروعات للصناعات الغذائية وبعض المشروعات الزراعية. وأعتقد إحنا كلنا شفنا في أكثر من افتتاح، لو حضرتك عايزة تجاوب على السؤال ارجع لافتتاحات
الرئاسية صحيح. اللي دعا فيها السيد الرئيس القطاع الخاص، وإحنا بنرحب بالقطاع الخاص للدخول في بعض المشروعات الدولة. هناك رسالة ترحيب من القيادة السياسية المصرية في أكثر من محفل لدعوة القطاع الخاص للدخول، سواء كان في افتتاح مشروعات مستقبل مصر الزراعية، سواء كان في افتتاح مشروعات للمواد المحجرية ومواد البناء، سواء في افتتاح بعض المشروعات في الطرق والكباري. هناك دعوة دائمة جدا من الدولة المصرية شريطة أن يكون الدخول وفق آلية ووفق طرق ووفق حوكمة ووفق نظم تقييم جيدة. وأعتقد أنه طرحت الدولة تصور قبل أيام أو قبل شهور إلى وثيقة ملكية الدولة حتى يتم الحديث عنها في مجتمع المال والأعمال وفي مجتمع الاقتصاد وفي مجتمع الحوار الوطني الاقتصادي، حتى يمكن الوصول إلى أفضل صياغة نستطيع بها أو تستطيع بها الدولة تعظيم الاستفادة من مواردها، حتى يمكن أن يصل ذلك وينعكس ذلك على الحياة الاقتصادية المصرية لكافة المصريين. صحيح. طيب ده طبعا بيتضمن زي ما حضرتك ذكرت الدعوة دائمة للقطاع الخاص للمشاركة، وطبعا كان في إجراءات تحفيزية كثيرة من الدولة. هنا بسأل حضرتك عن أبرز الخطوات اللي الدولة اتخذتها لتحفيز التدفقات الاستثمارية، خاصة لو هنتكلم عن الاستثمار الأجنبي في مصر. يعني في الحقيقة المؤسسات كلها الاقتصادية العملاقة الدولية بتتوقع أنه في المرحلة القادمة هيكون في تدفقات أعمق بكتير. خليني كويس قوي، عظيم جدا سؤالك. الاستثمار الأجنبي أو صناديق الاستثمار أو الشركات الأجنبية أو المؤسسات الاستثمارية الأجنبية عندها محددات ومعايير، بناء على هذه المحددات والمعايير بتاخد قرار الاستثمار البيني وكيف يتحرك الاستثمار بناء على محددات ومعايير. أول حاجة عندما يجد استقرار سياسي طبعاً. ويجد استقرار أمني ويجد سوق كبير ويجد استقرار في عملية دخول وخروج الأموال ويجد رؤية جيدة جدا للدولة ويجد مشروعات تكاملية، إصلاح إداري وإصلاح هيكلي وإصلاح تشريعي على مدار 8 سنوات وإصلاح اقتصادي، وأيضا هناك ما يسمى بطبقات الحماية الاجتماعية هي الرافد الأساسي للإيد العاملة والإيد العاملة المدربة والمهنية، وأيضا هناك تطور في التعليم. كل هذه الأمور بتكون يعني أماكن أو نقاط بيوقف عندها المقيم لحركة الاستثمار الأجنبي. هناك معايير ومؤشرات دولية بتؤخذ في البنك الدولي وفي مؤسسات الاستثمار العالمية وفي بنوك الاستثمار، زي مؤشرات التنافسية العالمية، مؤشرات جودة وإنهاء الأعمال، مؤشرات الطرق والبنية التحتية. أعتقد أن المتابع الجيد مصر قطعت وتقدمت في بعض النقاط في تصنيف البنية التحتية العالمي، في تصنيف دخول التكنولوجيا الرقمية في بعض المصالح الحكومية وبعض الأنظمة، ثبات بعض الأنظمة المصرفية. هذا لا يعني حتى تصنيفات الاقتصاد المصري ككل، حتى التصنيفات الائتمانية التي تحدثت كثيرا عن ثبات واستقرار الاقتصاد المصري، وده ما يمنعش ان هناك ما زال كثيرا من الاصلاح، ما زال هناك كثيرا من الخطوات الدوله تسير فيه، وما زال هناك بعض التحديات داخل مناخ الاستثمار. لكن بصفه عامه مصر الان يعني لو جينا ندخل كمان عنصر زي مصر باب جيد جدا لافريقيا، تنوع السله الاستثماريه في مصر في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، في استثمار في الطاقه الشمسيه في بنبان في اسوان، في استثمارات جيده جدا في مشاريع البنيه التحتيه، في استثمارات جيده جدا في الانتاج الزراعي. يعني المستثمر او صندوق الاستثمار او متخذ قرار الاستثمار بيسالوا دايما عن تنوع السله الاستثماريه، وده يمكن موجود كمان في مصر. اللي انا بتصوره من وجهه نظري إن 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 مصر أصبحت إلى حد كبير جدا في الآونة الأخيرة، لأن وجود تحديات في أسواق أخرى، وجود تحديات في أسواق نشأة أخرى، وجود تحديات في مناطق نزاع مختلفة أو بتتصدر المشهد في الحرب العالمية الثالثة الاقتصادية اللي إحنا بنراها، فبالتالي أصبحت مصر إلى حد كبير يعني محط أنظار الباحثين عن استثمار أجنبي أو استثمار بيني داخل جمهورية مصر العربية. وهنا خليني أخذك على الجزئية اللي أنا عايز أوضحها للسادة المشاهدين، إن ما تفعله مصر الآن من دعوة مستثمرين من دول الجوار أو دخولهم في شراء شركات في مصر، هذا أمر صحي جدا وأمر جيد جدا. ليه؟ هقول أسباب كتير جدا، أهمها إنه لازم يتم دعوة استثمار علشان الاستثمار يجي ياخد شريحة أو حصة من شركات ناجحة، وبالتالي نقدر نعمل شركات ناجحة أخرى ونوسع شركات ناجحة أخرى ونتيح فرص عمل أكتر وندخل تكنولوجيا أخرى وندخل فكر إداري معانا كمان بيدير إدارة استثمارية حتى يمكن حماية المنشآت الاقتصادية والاستثمارية من أن تتحول لمنشآت قطاع عمل عام زي ما حصل في 40 سنة سابقة. وعلشان كده كمان نقدر نقول إنه
الى حد كبير جدا ما حدش بيجي يدخل ياخد حصه او مستثمر الا ما بيكون دارس وعامل تقرير فني وتقرير استثماري ويعرف ان الشركه تستحق انه يدخل فيها. وبالتالي اللي انا شايفه ودي ظاهره جيده جدا عوضة عن الاستدانه، عوضة عن الدين. يعني انا النهارده بدل ما اخد دين والدين بفايده، الشريك الاستثماري هو شريك معايا في المكسب والربح والخساره، وبالتالي اذا كسب ودخل تكنولوجيا جديده اهلا وسهلا وهنعمل زيه مشروع واثنين وثلاثه وشركه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. وبالتالي كل دول العالم، وانا خليني هنا اقول بمنتهى الوضوح، انا يعني احدى النوادي الكبرى في انجلترا احد صندوق الاستثمار من حوالي 3 شهور اشتراها 100% بالكامل. الشارع الانجليزي ما قامش وقال ده بيبيعوا البلد او الاخر. وبالتالي احنا محتاجين ثقافه قبول الاستثمار والتعامل الاستثماري البيني مع الاخر. يمكن هنا يا دكتور يعني بسال حضرتك عن بعض الافكار اللي ممكن تكون متواجده عند البعض، ربما يكون فيها سوء فهم لجانب ما زي ما حضرتك ذكرت. هل معنى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد هو تخارج الحكومة بشكل كلي من بعض القطاعات أو جزئي مثلا على سبيل المثال، أو مثلا لو هنتكلم عن الإبقاء على تثبيت أو تخفيض الاستثمارات بشكل أو بشكل؟ أنا خليني بس أقولك على حاجة، أن كل دولة أو كل حكومة لها حاجتين، ليهم فكر مرحلة وليهم تقييم ذاتي للبلد نفسها واحتياجاتها. يعني ما ينفعش نطبق كلي او جزئي على كل المشروعات وكل القطاعات طبعاً. لان في بعض المنتجات او الاستثمارات بتعد امن قومي وما اقدرش اتركها كامله في ايد قطاع معين نظرا لعناصر كتير جدا زي ثقافه الفرد وثقافه الاستهلاك وثقافه التحكم وحاجات كتير وامور كتير جدا. احنا بناخد يعني في معايير كتير جدا بتطرح عند دراسه القرار. الموضوع ما هواش قرار استثماري حد يشتري وانا ابيع كله 100%. في امور، في منتجات او في امور معينه او استثمارات لا تؤثر في الامن القومي. يعني احنا عارفين ان بعض السلع بتعد الدواء امن قومي، ففي بعض السلع بيبقى فيها تاثير شديد جدا مباشر على المواطن، فالدوله بتحاول جاهده ان تصل الى النموذج الذي يحقق الجانب الاستثماري ويحقق حمايه غير القادرين. احنا عندنا برضو هذه القرارات ممكن ناخدها في مجتمع زي مصر، ممكن في مجتمع اخر لا عنده فكر مختلف، عنده وصل لمرحله معينه من التعليم، عنده وصل لمرحله معينه من دخل الفرد، وصل لمرحله معينه من حمايه الاغلبيه. وبالتالي هنا في قرارات بتؤخذ مرحليا، يعني مرحله كل 5 سنوات ربما هذا القطاع انا كنت فيه بنسبه 60% لا هبقى فيه ب 40 والاخر 60. وبالتالي في وثيقه فيما طرح للتباحث في وثيقه الملكيه كان بيتكلم على بعض المشروعات 3 سنوات، بعض المشروعات 5 سنوات، بعض المشروعات 7 سنوات. وهنا اتصور من وجهه نظري ان المعايير الدقيقه التي سوف تخرج في مستقبلا سوف تحدد نوع القطاع وعدد السنوات مرتبطه بعائد على الاستثمار في القطاع، دوره الاستثمار في القطاع، عدد العماله الكثيفه ولا ما فيهوش عماله كثيفه ودخول التكنولوجيا فيه، المنتجات اللي فيه ونوع الاستثمار ده مؤثر في الامن القومي او غير مؤثر. هناك عناصر كتير جدا هتحكم عمليه الخروج الكلي والخروج الجزئي. انا لو عندي شركه طرق وبتعمل طرق واخرج منها خروج كلي ما عنديش مشكله خالص، لان عندي شركه ثانيه وثالثه ورابعه. لكن لو شركه بتنتج خبز للناس او بتنتج ادويه للناس يبقى هنا في اكتر من تفكير. وده بيخليني اطمن الساده المشاهدين اللي بيسمعونا وبيتابعونا ان الامور ما بتمشيش كده. يعني مش زي ما لغه السوشيال ميديا دائما تعبر عن القرارات الاقتصاديه والاستثماريه التي تجريها الدوله. أنا من وجهة نظري ووفقا لتحليلاتي وقراءاتي ورقابتي ووجودي في المجتمع المدني والمجتمع الخاص والقطاع الخاص، أنا شايف كويس جدا إنه معظم هذه الأمور بيتم دراستها أكثر من مرة وبيتخذ فيها القرار الاستثماري الأمثل، وعلينا ألا نتخوف. يعني أعتقد صندوق الاستثمارات العامة السعودي قبل شهرين رفع حصته في أكبر شركة ألعاب إلكترونية موجودة في أمريكا ل 14.4%، والدنيا ما قامتش وقعدت في أمريكا. لكن اللي إحنا عايزين نقوله إن ده متأخر، إحنا جايين متأخر لمثل هذه الأنظمة الاستثمارية البينية والأنظمة الاستثمارية العالمية. جيد جدا إن إحنا نجذب استثمار أجنبي يكون شريك بنسبة 10% و20% و30%، والشركات الناجحة والاستثمار الناجح نقدر نكبي نعمل منه صور كتير متعددة، نفتح فرص عمل، نفتح آفاق، نستنسخه، نحط تكنولوجيا جديدة، ويبقى معانا شريك في الإدارة، شريك في مجلس الإدارة يتحدث بلغة إدارية، يجذب أنظمة بيدير بيها في صناديق استثمارية بتدير في أماكن أخرى من العالم. دعونا ننفتح استثماريا على العالم دون التحوصل على مشاريعنا ونحن ما نبقاش خايفين عليها. أنا ده وجهة نظري، يمكن دي الرؤية اللي أنا عايز أأكد إنه مصر في الطريق إلى التحول من الاستدانة بفايدة
إلى الدخول في استثمارات مشتركة، وهذه الاستثمارات المشتركة سوف تنمي كل معدلات النمو الاقتصادي أو مشروعات النمو الاقتصادي، وده شيء لازم نشجعه سواء كان الشريك محلي أو الشريك أجنبي. طيب كان لازم طبعا أسأل حضرتك عن مسألة القطاع الخاص والقطاع ودور الحكومة والتخارج وما إلى ذلك، لأنه حضرتك ذكرت هذه النقطة ومسألة التخوف وكده، لكن لو رجعنا للنقطة اللي هي المستثمر الأجنبي، حضرتك ذكرت عديد من الإجراءات اللي الدولة بتتخذها علشان جذب هذا المستثمر الأجنبي ولتحقيق الهدف اللي حضرتك لسه ذكره حاليا، إلى أي مدى المستثمر الأجنبي هياخد كل هذه الخطوات في الاعتبار في الفترة القادمة وفقا لتوقعات حضرتك؟ وده طبعا يأتي بالتماشي مع توقعات المؤسسات الاقتصادية بزيادة الاستثمارات الأجنبية في الفترة القادمة. مفيش أدنى شك أنه خلونا نقول كيف نستفيد من الكرايسيس، في كرايسيس بس ازاي ندير الازمه العالميه؟ في ازمه عالميه والعالم كله متاثر اقتصاديا، والعالم كله بيبحث عن اماكن جديده ووجهات جديده. يعني خليني بس اقول حاجه مهمه جدا، انه دوله زي المانيا كلها بقى لها شهرين بتتفاوض، ويمكن تقريبا 100% موجودين في السنغال عشان الغاز والطاقه، بدا يبقى في وجهه جديده، ايطاليا في انجولا، وبالتالي ولسه في مشاكل في الجفاف بالزبط. في انهار وبالتالي اوروبا، في مشاكل قادمة في الجفاف، وفي مشاكل في بعض السلع الاساسيه الرئيسيه في الاغذيه، وطبعا كلنا عارفين مشكله القمح ومشكله الذره وبعض المنتجات الاخرى، وبالتالي بدا يتحرك الاستثمار البيني. في البدايه بينكمش، في البدايه بيبدا يحتاط ويبدا يشتغل بنظريات التحوط المختلفه، سرعان ما يبدا يفكر هيتوجه الى فين، انهي جزء او بقع في العالم. وبالتالي ظهورنا احنا وقدرتنا احنا كدوله الان على الاستفاده من ما يحدث في العالم وتحويله الى شيء ايجابي هو ده المطلوب، وفتره قصيره وفتره وجيزه، وهنا ما يسمى بالحكومه الذكيه، الذكيه مش الالكترونيه، التي تستطيع ان تتعامل بسرعه شديده في اداره هذه الازمه والتحول من الجانب المتخوف او الجانب السلبي الى الجانب الايجابي، واعتقد ان مصر على الطريق السليم في هذا الاتجاه. صحيح، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه ومستشار الاستثمار الدولي، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا. إذن مشاهدينا بعد الفاصل بنتحدث عن آليات الدولة لزيادة الصادرات الرقمية مع ضيفنا تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. الدولة المصرية مستهدف تسعى لتحقيقه في السنوات القليلة المقبلة، وهو الوصول بحجم صادراتها إلى 100 مليار دولار. وتشير أرقام الصادرات المصرية المحققة في النصف الأول من العام الحالي إلى قدرة الدولة على تحقيق هذا المستهدف، خاصة بعد نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 20% في 6 أشهر. ولكن السؤال، ما هو نصيب صادرات قطاع التكنولوجيا من إجمالي الصادرات المصرية؟ يجاوبنا على هذا السؤال وأكثر ضيفنا الأستاذ تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بكم. أهلا بحضرتك. يعني خلينا بداية نبدأ بسؤال، ما الذي يمكن أن تصدره مصر من التكنولوجيا، خاصة وأنه يعني إحنا رأينا أنه في تطور كبير حصل في هذا المجال، وفي بروتوكولات تعاون كثيرة بتحصل على سبيل المثال ما بين إيتيدا وما بين جهات أخرى. تمام. مصر بتصدر من قطاع التكنولوجيا ثلاث حاجات رئيسية. الحاجة الأساسية منها واللي بتمثل تقريبا 50% من حجم الصادرات هي خدمات التعهيد أو خدمات الكول سنتر للمعروف بالنسبة للجمهور. يعني احنا متقدمين جدا في القصة ديت من سنوات، بيساعدنا وجودنا الاستراتيجي في الكابلات البحرية اللي موجودة، الشباب بتوعنا وطريقة كلامهم باللغات المختلفة الإنجليزية والفرنسية، ونتكلم تقريبا عندنا شباب بيتكلموا لحد 14 لغة من اللغات، الأكسنت بتاعت الشباب شوية مختلفة. احنا اللي بينافسنا في هذا المجال الهند، فاحنا الأكسنت المصري بتبقى مناسبة وملاكمة أكتر للدول الأوروبية والأمريكية. الزون الوقتي التوقيت بتاع مصر ان احنا مش فارقين كتير عن اوروبا، فرق من ساعه لساعتين، كل الكلام ده بيساعدنا. عندنا حوالي 35% من حجم الصادرات هي صادرات السوفت وير والتطبيقات والبرمجيات، وبنيجي لاخر حاجه 15% بتوازي حوالي 15% هي صادرات الخدمات،
الخدمات والاستشارات في مجال التكنولوجيا المعلومات. ده اللي احنا بنصدره من تكنولوجيا المعلومات. في مجال التعهيد احنا واصلين لرقم منطقي ورقم معقول ورقم كبير، ممكن نزود منه شوية صغيرين او ممكن نزود، لكن اللي فعلا احنا محتاجين نبذل فيه مجهود اكتر هو صادرات التطبيقات وصادرات البرمجيات. احنا عندنا حوالي 7000 شركة بتعمل في مجال البرمجيات في مصر، حجم الصادرات بتاعهم يعني بنتكلم في حوالي 2 مليار الا ربع تقريبا، بيصدر منهم حوالي تقريبا 250 شركه. الميزه في الصادرات المصريه في مجال البرمجيات ان احنا بنتكلم في حجم الشركات اللي بتصدر، عندنا شركات متناهيه الصغر، عندنا شركات صغيره، عندنا شركات متوسطه، عندنا شركات كبيره. فاحنا كل القطاع او كل الاحجام في شركات السوفت وير بتصدر. العدد ممكن يكون العدد مش العدد المأمول. عندنا شركات كتيرة ممكن تبقى ينقصها على التصدير خطوة أو خطوتين. إيه اللي المفروض يتم اتخاذه علشان تحقيق هذه الـ النتائج المستهدفة؟ عمل دراسة للشركات العاملة في مجال البرمجيات، قياس مدى تأهيلهم للتصدير، سد الفجوة في شركات كتير. يعني ممكن انا بشخصي يعني انا اتوقع مثلا ان احنا عندنا مش اقل من 250 شركه تانية او اب تو 500 شركه عندهم جاب من 10 ل 20% ناقصاهم علشان يقدروا يصدروا. الجزئيه ديت لو اشتغلنا عليها في السنتين اللي جايين انا اتوقع ان صادرات البرمجيات لوحدها تماثل رقم صادرات تكنولوجيا المعلومات في خلال سنتين. طيب ده فيما يتعلق بهذا القطاع تحديدا، هل فرصة منافسة صادرات التكنولوجيا مماثلة للصادرات السلعية الأخرى، خاصة وأنه شهدنا طفرة في الصادرات المصرية في بعض القطاعات في الفترة السابقة؟ طيب احنا صادراتنا من التكنولوجيا ممكن تبقى فرصتها أكبر، لأن احنا اليد العاملة عندنا في مجال تكنولوجيا المعلومات يد عاملة ماهرة، وهي نفس المشكلة اللي بتقابل الشركات، ان احنا حجم الصادرات للقوى البشرية لبره في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات كبيرة جدا، فدايما عندنا احتياج للشباب الخريجين الجداد. عشان كده دايما بنقول للشباب اللي يهواه الجزئية بتاعت البرمجة خش كليات حاسبات ومعلومات بقلب جامد. وبدأ بالفعل يبقى في إقبال كبير في السنوات الأخيرة، وابتدت بعض كليات حاسبات ومعلومات تاخد مجموع أعلى من كليات هندسة. خش وبقلب جامد، لأن أنت عليك الطلب كتير سواء جوه مصر أو بره مصر. مفيش شركة عالمية بره فيها حجم مطورين مصريين، يعني المطورين المصريين في الشركات العالمية بيقارب من 20-25% من حجم المطورين بيكونوا مصريين. ليه؟ لأن مؤشر غاية في الأهمية. بالظبط بالظبط. فاحنا في كل الأحوال لو حسبنا بقى حجم الصادرات دي، ولو حسبنا التحويلات العاملين بالخارج اللي عاملين في مجال البرمجيات، هنلاقي رقم كبير جدا. احنا كشباب خريجين كلياتنا مع القليل من التدريب سنة أو سنتين بعد التخرج بيبقى قدامه فرصة واعدة. صحيح. طيب أبرز الأسواق اللي بنوجه لها هذه النوعية من الصادرات بتكون إيه؟ ولو في أسواق جديدة طرأت في الفترة الأخيرة. تمام. أوروبا، يليها الخليج، يليها أمريكا، والأسواق الجديدة اللي بالنسبة لنا أفريقيا. أفريقيا محتاجة مننا مجهود أكتر، محتاجة زيارات طرق الأبواب لأفريقيا بشكل مكثف أكبر، لأن أفريقيا الكثير من الدول فيها في مرحلة التنمية دلوقتي. صحيح. فهي محتاجة التكنولوجيا المعلومات بشكل كبير، وأوريدي لينا شركات ليها سابقات خبرة في دول العالم الأول. يعني احنا عندنا جزء كبير من صادراتنا زي ما ذكرنا لأوروبا والأمريكا. طيب لو بصينا للموضوع من زاوية أخرى، كان إيه أثر تكنولوجيا المعلومات على الصادرات المصرية، خاصة وأنه لسه قايلين أنه كان في طفرة في الصادرات المصرية في عدد من القطاعات؟ طيب احنا كنا بنتكلم تقريبا في يعني مساهمة الصادرات قطاع التكنولوجيا المعلومات، كنا بنتكلم تقريبا في حوالي 3.4%، صعدنا ل 4.4% او 4.6%. احنا بنتكلم في معدل نمو تقريبا 33% من حجم صادرات القطاع، اللي هي بتمثل 1% او اكثر شويه من حجم الصادرات المصريه بشكل اكبر. برنامج المساهمات المسانده التصديريه اللي بيتم للشركات
بنلاقي فيه نمو لحجم العدد الشركات. يعني احنا كنا من سنتين كان حجم الشركات المشاركه في البرنامج حوالي 111 شركه، السنه اللي بعدها كان 130. الطريق مفتوح، وزي ما ذكرنا والتصدير لا يقف في صناعه تكنولوجيا المعلومات على الشركات الكبرى فقط، ممكن نلاقي في صناعات ثانيه التصدير بيبقى موقوف على الشركات الكبيره، بالعكس قطاع تكنولوجيا المعلومات انت ممكن تصدر حته صغيره هي ترس جوه منظومه كبيره عليها الطلب بره. عندنا ميزه قويه جدا ان احنا تكلفه اليد العامله عندنا مش زي الدول الاوروبيه. المانيا يعني طائرات دائما من مصر الى المانيا من البرمجين المصريين. طيب استاذ تامر، يعني لو هنتكلم عن كل المعطيات اللي حضرتك ذكرتها، كان دور التحول الرقمي ايه في كل هذه الطفرات في الصادرات وفي التطور اللي وصل له قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر؟ التحول الرقمي ساهم بأي نسبة بأي شكل من الأشكال في هذه النتائج؟ طيب التحول الرقمي ساعد الشركات على عملية التصدير، لأن ما كانش ينفع أن أنا كشركة أقول أن أنا عندي منتج عايز أصدره لبرة وأنا الدولة بتاعتي ما فيهاش ما بتستخدمش البرنامج بتاعي. من أكثر الحاجات اللي بتساعد الشركات على تصديرها إنها لما بتطلع للجهات الخارجية تبقى سابقة أعمالها تحتوي على سابقة أعمال من دولتها، من سواء كانت شركة خاصة أو جهات حكومية. فمع التحول الرقمي، مع اتجاه معظم الخدمات حتى في الشركات النهارده، بقت معظم الشركات مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ونظام الاستيراد، منظومة الاستيراد الإلكترونية المسبقة التسجيل، كل دوت خلى الشركات اللي بره قطاع تكنولوجيا المعلومات تحتاج انها تستخدم برامج وتطبيقات في هذا المجال. بقى ثابت الأعمال للشركات المصرية كبرت، الثقة في برامجها ورفع الكفاءة بتاعت البرامج بتاعها زاد بشكل كبير جدا، خلى سابقة أعمالها للجهات الخارجية أكبر، زود عملية التصدير. طيب ده كويس ان حضرتك انتهيت عند النقطه دي، لان كنت عايزه اسال حضرتك عن الاجراءات اللي احنا ممكن نعملها. احنا اتكلمنا طبعا عن الشق الخاص بنا احنا كدوله مصر في هذه المعادله، الشق الاخر بقى اللي بيستورد مننا، ايه الاجراءات التحفيزيه الاضافيه اللي ممكن نقوم بها لتحفيز هذه الشركات على استيراد هذا النوع من القطاعات؟ الجهات المستورده دايما بيبقى ليها اشتراطات محدده، محتاجه ان الشركه اللي بتصدرها تكون حاصله على شهادات محدده زي السي ام ام اي دي خاصه بالكواليتي او بالكنترول بتاع البرمجه، ومنها في حاجات كتيره في مختلف القطاعات في تكنولوجيا المعلومات. تجهيز الشركات وتاهيل الشركات للحصول على هذه الشهادات هيساعد وهيفتح المجال، لان احنا في كثير زي ما ذكرت قبل، يعني ان انت بتروحي للمستورد او اللي هيشتري منك بيطلب منك خمس طلبات، لو لقى عندك اربعه وما لقاش الخامس مش هيتعامل معاكي. فالمطلوب مننا احنا كدوله ان احنا، وده اظن موجود وايتيدا عندها هذا الموضوع بشكل كامل لمعظم متطلبات المستوردين من بره، بيبقى متطلب اشتراطات ايه من المصدرين ليهم، ان احنا نبتدي صحيح. ولسه عاملين بروتوكول تعاون من كام يوم كمان بالظبط، يعني حتى من ضمن حوافز التصدير اللي ايتيدا بتعملها ان هي بتمنح زياده 10% في حفز التصدير للشركات الحاصله على الشهادات. لا طب انا عايز انتقل خطوه ابعد بقى، ان انا ابتدي اجيب الشركات اللي محققه 60% و70% واقول لها انت ناقصك الحته ديت، طب انا هساعدك وهاخدها منك من الدعم لما تبتدي تصدري. لازم يبقى المستورد بره مش عايز حوافز ليه، هو عايز كواليتي، عايز جوده من المنتج اللي مصدر ليه من مصر، وده لازم اللي احنا نشتغل عليه بشكل قوي جدا، وهيفرق معانا كتير جدا، لان مع التحول الرقمي مش في مصر بس، في العالم كله خلى في عجز عند كل دول العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات ومجال البرمجيات. طيب تأهيل الشركات، التعبير اللي حضرتك ذكرته بهذا الشكل،
ايه الاليات اللي محتاجها علشان يوصل للمستهدفات؟ يعني احنا بنشوف طبعا في برامج تدريبيه دائما للشباب في مصر وما الى ذلك، الحوافز الاخرى لتاهيل هذه الشركات بتكون ايه؟ من خلال ان احنا نشوف يتعمل زي كويستشنير او حاجه للشركات اللي موجوده مسجله في قاعده بيانات ايتيدا ومنظمات المجتمع المدني في قطاع تكنولوجيا المعلومات الاخرى، نبتدي من خلال الكويستشنير دول هنبتدي نكتشف مين اللي عنده نقط ضعف ونقط قوة ونقاط ضعف، نبتدي الناس اللي عندها نقاط قوة دول نشوف نقطة الضعف اللي عنده ايه ونساعده بيها اكتر. انا النهاردة برضو انا مش بتكلم على ان ايتيدا تدعم او ان ايتيدا تصرف، لا، بس انا النهاردة كجهة زي ايتيدا لما انا اجيب 20 شركة أأهلهم في حتة معينة، التكلفة هتختلف تماما عن ان ال20 شركة دول يروحوا بشكل منفرد، كل شركة عايزة تتأهل في الحتة دي. فتجميع الشركات مع بعض في برامج موحدة لتأهيلها للحصول على الشهادات والاعتماد وسد الجاب، يعني من ضمن الحاجات، ودي مشكلة من ضمن الشركات المصرية، ان المستورد او العميل بتاعي بره بيبقى محتاج السوفت وير ومحتاج معاه مانيوال، احنا مش شاطرين في القصة بتاعت المانيوال، فهيبقى عنده السوفت وير وعنده سوفت وير كويس جدا، بس هو مش عامل له المانيوال بالشكل المظبوط او بالشكل التقني المظبوط ليه. أنا ممكن أجيب خبراء في هذا المجال أساعد الشركات في هذه النقاط، وفي نقاط يعني نقاط تانية كتيرة بتبقى محتاجة فيها الشركات المساعدة. التكلفة ممكن تكون عالية على الشركات لما كل شركة تروح لوحدها تطلب هذه الخدمة، لكن لما أنا كإيتيدا أو كمنظمات المجتمع المدني أجمع الشركات ديت وأروح أطلب الخدمة دي مجمعة لعشرين شركة لخمستاشر شركة، التكلفة لو أنا هدفع سي يعني خلينا نضرب رقم بسيط كده، لو هدفع في الخدمة دي 1000 جنيه لو أنا رايح أخدها لوحدي، أنا ممكن أدفع فيها 150 جنيه لو أنا رايح معايا مجموعة. طيب يمكن ده ينقلنا للحديث عن ريادة الأعمال، وحضرتك ذكرت أنه الشركات في هذا المجال بتلعب دور كبير في تعزيز صادرات مصر من هذا النوع من الصادرات الرقمية. لو هنتكلم أكتر عن الإقبال من قبل رواد الأعمال على هذا القطاع تحديدا خاصة في السنوات الأخيرة، الإقبال كان حضرتك شايفه عامل إزاي؟ الإقبال كبير جدا، لأن إحنا عندنا حالة نمو كبيرة في حجم الاستثمارات اللي جاية من بره. إحنا بنتكلم في 2017 مصر حصلت على 900,000 دولار استثمارات في 2017، في نهاية أو في 2022 احنا بنتكلم بما يقرب من نص مليار دولار استثمارات في الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. ده مخلي الشباب متشجع وشايف قدامه أمل إن هو لو عنده فكرة فعلا واعدة ينطبق عليها اشتراطات ريادة الأعمال بشكل واضح، وإنه هيبذل عليها مجهود. وإيتيدا من خلال مركز الابتكار تيك مطلع كم كبير جدا من الشركات العاملة في هذا في المجال، ومنهم شركات انطلقت إلى العالمية. شكل بيؤهل، وحجم الحاضنات اللي بتعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ومسرعات الأعمال اللي بتطلع في الحتة ديت حجم كبير جدا. صحيح. وده من ضمن الحاجات المشجعة للشباب بتوعنا في مجال ريادة الأعمال. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ضيفي الأستاذ تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات، على كل هذه المعلومات القيمة. شكرا لك فندم. وفي الختام مشاهدينا بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، كنت معكم أنا إنجي طاهر من مال وأعمال، دمتم في أمان الله.